الأحمر رحيم سعد شرات، نائب رئيس جامع الملك المغربي للكرة والسلة المشتركة، والمدير الدورة 17 لكأس محمد السادس الدولية. الجامع الملكي المغربي للكرة والسلة المشتركة بتنسق مع الجامعة الدولية كتنظم النسخة 17 لكأس محمد السادس الدولية، لكأس محمد السادس الدولية واللي كتدرجها الاتحاد الدولي ضمن البريمي ليغ، يعني أربع محطات اللي كاينين في البريمي ليغ اللي هما كاليفيكاتيف واللي كتضم 400 ديال الأبطال. هاد 400 أبطال كلهم مصنفون في الرتب 32، يعني ملي كنسمعوا 400 ديال الابطال فهم العدد الاجمالي الوفود اللي عندنا دابا حاضر الحمد لله هنا، وهي 2600 اللي كاينه. كيف ما كتشوفوا انطلقت المباريات هذا الصباح هذا بسين في الكاطا. الابطال ديالنا دخلوا غمار المنافسه، الابطال اللي معروفين على الكاطا اللي هما البطلتين سناء اقلمام وايا النصيري، والحمد لله قبيل هذه ما تبدا التدوره الجامعه الدوليه نظمت واحد الامتحان دولي ايام 7/8/19، امتحان دولي في التحكيم اللي شهدت تحكيم الدرجه الاولى للحكام، كذلك الحكام ديالنا حظوا بالنصيب الاسد في النجاح بان اصبحوا عندنا 20 حكم دولي، اشاره دوليه اللي تزاد عندنا دابا واللي كانت تنضمت للترسانه ديال الحكام الدولي اللي عندنا. والجامعه كما عودت الضيوف ديالها اللي هما كيكونوا ضيوف ديال المملكه قبل ما يكونوا ضيوف ديال الجامعه، هو هاد ليستونغ اللي كتشوفوا هاد القريه السياحيه الثقافيه الرياضيه اللي كتضم المنتجات التقليديه ديالنا اللي كتعرف التقاليد المغربيه ديالنا، اللي كما كتشوفوا دابا هو عرس خارج القاعه وعرس رياضي داخل القاعه. اللي كنتمنوا ان شاء الله هو ان الابطال ديالنا يعتلوا منصه التتويج وتكون الفرحه فرحتين ان شاء الله، لما لا، وحنا الحمد لله عندنا ابطال اللي هما اصبحوا مرموقين ويقعد ويقام لهم حتى هما في الملتقيات الدوليه. وشكرا لكم على الدعم ديالكم لنا المعتاد.